وذلك قلنا لكم الدين لا يقوم بالعاطفة، الدين قال الله قال الرسول فقط في هذا الباب. لذلك هم يتلاعبون في هذا. وعشان تقول ده خلاف، حتى لو ما تقولوش خطاب معتبر هتعتبر قلت خلاف تضاد، حتى في نهايته هو ايه؟ خلاف ومجتهد وله الأجر. فهمت؟ لا، انت ضال مبتدع، آثم بكل ما قلت، وقولك مطروح لا يمكن أن يقبل، ده الأصل. لذلك القوة مع أهل البدع لابد أن تكون كذلك، لأن كل ما تلين يعمل ايه؟ خلاف. مش في خلاف، مش التبرك في خلاف، مش التوسل في خلاف، فهم؟ وادخل. قال لها احنا من بعيد سايبين مبخرات المبخرات المولد، مبخرات المولد. قال لها يا امي قولي، قولي يا حبيبتي، قولي مدد مدد يا بدوي، ما فيش، ريحي نفسك، كانه بيقول يلا يلا افرحي، قولي مدد يا بدوي، ما فيش. قالت مدد يا بدوي، بعد خمس ايام قالت ايه؟ اشفي بنتي يا بدوي. فتح لها تهوى ان شاء الله يتحملها عند ربنا باذن الله، كبيرهم المرجحة الكبيرة سيتحملها عند ربهم. عندما يسر لهم وسائل الشرك فوقعوا في الشرك في هذا الباب، هو متحملها عند ربنا جل في علاه. قولي قولي، ده مجاز اسنادي. طبعا احنا فصلنا القول فيه علميا بهذا الغبي، غبي في اللغة وغبي في كل شيء. بنقول في العلاقة، في العلاقة بهذا طلب مدد، طلب غوث. مدد يعني ايش؟ يعني اعطيني الذي ادفع عني، ادفع عني الضر. طب الميت هيدفع عنها الضر ازاي؟ هو اصلا هو بيتعذب في داخل القبر، هيدفع عنها ده؟ هو لما يستطيعش يدفع عنه شيء، ده هو يتمنى يطلع يصلي ركعتين وينزل، كما قال يتمنى بس يكبر يصلي ركعتين ويموت وينزل تاني. كيف سينقذها؟ هذا هو تلاعب بعقائد الناس، ويعني المساله، ويقولون يخف يخف الكلام فيه، ما تتكلمش ده كتير.